كانت تسلل الحاضر على سلطان مندش، ترسل الكرة طويلة من ماكسيم، الكنترول ممتاز من فراس، مرور أروع من البريكان، يترك كرتها عند بيتروس والخطأ، لكن ما يعاب على الفتح واختياراته على مستوى ربما يكون المناطق الدفاعية في الدفاع وفي قلوب الدفاع وفي الأظهرة والانطلاقة لمالك أبي البدلاء. لا وجود للمهاجم أو رأس الحربة مالك العبد المنعم، ما يعتمد عليه بالكامل في هذه المباراة. غياب رامون لوبيز، ويض الغيابات، بندر ناصر غائب، بندر ناصر للمطيري الظهير الايسر هو غائب عن مباراة اليوم، غير حاضر في هذه المباراة، يعوض هذا اللاعب احمد ممسعود، وانطلاقا للبرازيلي وغير حاضر في هذه المباراة، يعوض هذا اللاعب احمد ممسعود، وانطلاقا للبرازيلي ريكاردو، لايلا يلعبها على الجهة اليسار، سلطان مندش يعود بكرة الى الفوق، الاكبر هو للنموذج للفتح باربع انتصارات مقابل فوزين للفيحة، اتى التعادل في مباراة وحيدة هو تعادل وكان تعادلا عند لاعبي الفيحة في هذه الدقائق. الكرة في الوسط، ريكاردو رايلر، ريكاردو رايلر البرازيلي 15 مباراة في هذا الموسم، صحيح أنه لم يسجل، لم يصنع أي هدف في هذه البطولة، لكنه يقدم مستويات ممتازة في وسط الميدان. الكرة عند مالك، حظ النفع أن يكون لديه مستقبل ممتاز في مشواره مع الأندية في الدوري المحترفين. هنا كرة انطلاقة، مراد باتنا بالاستلام التقدم، لكن الكرة خاطئة أو خطأ لصالح مالك عبد المنعم من خلال الدقائق القادمة. انطلاقة لكويفا على الجهة اليمين، يحاول المرور لكن الكرة مقطوعة من البرازيلي إلى خارج الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية للفات، الكرة عند كريستيان، كويفا إلى مراد المهاري الفنان يمر الفنان ويصوبها، لكن هذه سهلة الإيجابي بهدف مقابل هدف في الأحزاب في الجولة الثانية. في 21 أغسطس الماضي سجل للفتح غائب عن هذه المباراة، الغائب روبيان بن دبك، ومستويات كبيرة قدمها مع منتخب الجزائري في بطولة العرب، هو ينضم للمنتخب الجزائري أيضا في البطولة الأفريقية التي تقام على أراضي الكاميرون. هنا انطلاقة عند سلطان مندش، البحث عن الزميل، يأتي إلى المساندة على الجهة اليمين، أمادو موتاري، باناجيوتيس في لمسة جيبة لكن يلعب الكرة والتمريرة الخاطئة عند دفاعات فريق الفيحة. باناجوتيس لمستين، الثالثة وين؟ يلعبها على الجهة اليسار، الانطلاقة جميلة، الكدرة من بيتروس أو مروان سعدان في اللقطة الماضية. من الكرة الآن عند بيتروس دو سانتوس، تقطع كرتها مروان سعدان في تنظيف للكرة، الكدرة من بيتروس أو مروان سعدان في اللقطة الماضية. من الكرة الآن عند بيتروس دو سانتوس، تقطع كرتها مروان سعدان في تنظيف للكرة، كابتن الفريق سنوات عديدة مع بقميص الفيحة، أداء ثابت في مستواه في قلب الدفاع. هنا الكرة الخاطئة، ملعوبة جميلة عند بيتروس، قراءة أروع كانت من أحمد بامسعود، الكرة في الأخير عند باناجيوتيس، هذا اللاعب المميز، اللاعب اللي يطربك في وسط الميدان، اللي يقدم أداء كبير، ثمانية أهداف صناعة، منافسة مع كورنادو بنفس الأهداف، ثمانية أهداف صنعوها في هذه الفرص لديه في هذا الموسم، 49 في القمة، يأتي في المركز الثاني في صناعة الفرص سعد بقير لعبابها الذي جدد على موسم 49 في القمة، يأتي في المركز الثاني في صناعة الفرص سعد بقير لعبابها الذي جدد عقده مع نادي أبها. ضاع المرور، مراد باتا في مرور أول، مراد باتا في عرضية لكن سامي خيبري في تغطية، حلوة التخليصة، حلوة تشتيت من سامي في اللقطة الماضية، وسامي الخيبري هو في قمة اللاعبين في الجولات الماضية في تشتيت، أفضل المدافعين في التشتيت هو سامي الخيبري، 105 كرات شتتها في هذا الموسم حتى الآن، رقم كبير جدا لهذا اللاعب الذي واجد هذا الاسم المهم رأس الحربة في الفتح حتى الآن بعد دوري السلام. هنا اللقطة، الانطلاقة لمراد باتنا على الجهة اليمين، أداء كبير ولقطة رائعة جدا كانت في اللقطة الماضية عند فالديمير ستيكوفيتش، ريكاردو رايلر يلعب الكرة الطويلة، تغطية مراد باتنا، كرة في الوسط، عماد موتاري يلعب كرة على الجهة اليسار، أحمد ممسعود، ريكاردو رايلر يلعبها إلى عبد الرحمن، مقطوع كرة إلى الخلف، وخسر 27 لقاء المدرب البلجيكي
مدرب حقيقة ممتاز، لكن ربما تكون العناصر وخسر 27 لقاء المدرب البلجيكي. مدرب حقيقة ممتاز لكن ربما تكون العناصر المدرب البلجيكي مدرب حقيقة ممتاز لكن ربما تكون العناصر التي كانت في يده لم تكن. مندش الأهلي، مندش الفيصلي، مندش التعاون، مندش الفيحة. الآن هذه مسيرة سلطان مندش في الدوري المحترفي عند سامي خيبري. ريكاردو رايلر، جميلة جدا الكرة عند أمادو موتاري، وانطلاقة حلوة على الجيل يستكن كرة عند أحمد مسعود في التغطية طويلة. سقوط لمراد باتنا حكم المباراة، يطلب من مراد الاستمرار في اللعب. الكرة عند مالك عبد المنعم، كن كرة عند أحمد مسعود في التغطية طويلة. سقوط لمراد باتنا حكم المباراة، يطلب من مراد الاستمرار في اللعب. الكرة عند مالك عبد المنعم، لكن التغطية تأتي من كريستيان، عائد للخلف، الضغط في محاولة قطع الكرة من اللاعب كريستيان. الكرة في الجهة اليمين، مخير رشيد، تأتي من كريستيان، عائد للخلف، الضغط في محاولة قطع الكرة من اللاعب كريستيان. الكرة في الجهة اليمين، مخير رشيد، عرضية طويلة، ضربة مرمى، ترسل الكرة الطويلة في راس بريكان، برازام، عائد الكرة من جديد في الوسط، ريكاردو رايلر، في راس بريكان، برازام، عائد الكرة من جديد في الوسط، ريكاردو رايلر يحاول المرور، يترك الكرة إلى خارج الملعب، فراس إلى رمية جانبية لصالح عليات اللي كانت قبل المباراة اللي يقدمها الفيحة، فعاليات جميلة خلف الملعب لإدارة الفيحة قبل المباراة اللي يقدمها الفيحة، فعاليات جميلة خلف الملعب لإدارة الفيحة. هنا الكرة الطويلة عند باناجوتس، استلام ممتاز من اليوناني، يلعب الكرة عند ريكاردو رايلر إلى مادو موتاري على الجهة اليسار، انطلاقة أحمد مسعود، أحمد مسعود، كارلوس إدواردو واحد من الأسماء المهمة في دوري المحترفين، لاعب ممتاز قدم أداء كبير، وقدم أداء كبير، واحد من أهم اللاعبين الأجانب في الهلال. هنا الكرة في الجهة اليسار، انطلاقة لسلطان مندش، استلام الكرة الحارس الذي نشأ وترعرع في ريد ستار، واحد من أهم الأندية هناك في صربيا، نشأ وترعرع في ريد ستار، واحد من أهم الأندية هناك في صربيا. الكرة في هذا المشوار في الدوري، هنا الكرة عند بيتروس، يلعب الكرة برازم، والكرة في الأخير عند عبد الرحمن السيفي، يلعبها كوية طويلة، البحث عن مال. هذا المشوار في الدوري، هنا الكرة عند بيتروس، يلعب الكرة برازم، والكرة في الأخير عند عبد الرحمن السيفي، يلعبها كوية طويلة، البحث عن مالك عبد المنعم، وانطلق إلى حارس المرمى ماكسيم كوفال، يرسل كرة طويلة في وسط الميدان، الكرة بالرأس من ريكاردو رايلر إلى بانا جوتيز، محاولة المرور لكن مروان سعدان إلى حارس المرمى ماكسيم كوفال، يرسل كرة طويلة في وسط الميدان، الكرة بالرأس من ريكاردو رايلر إلى بانا جوتيز، محاولة المرور لكن مروان سعدان، الكرة الطويلة في رأس البريكان لكن التغطية من حسين شويش، انطلاقة من ريكاردو رايلر، يكسب الخطأ من أمامي محمد رفيع، رمية جانبية لصالح الفيحة، الفيحة تلعب الكرة عند عبد الرحمن السفري، وريكاردو يمشي كرتها على الجهة اليسار، أحمد مسعود في انطلاقة للفيحة، الرحمن السفري وريكاردو يمشي كرتها على الجهة اليسار، أحمد مسعود في انطلاقة للفيحة، الانطلاقة للفيحة هل تثمر عن شيء، لكن مروان سعدان في التغطية، الكرة من جديد يملك السرعة والمهارة، كرة جميلة الون تو بينه وبين مخير، جميلة إلى بانا جيوتيز، يحضر كرتها إلى ريكاردو، لا يرى في تصويبة بعيدة جدا إلى خارج الملعب، ضربة مقل الفتح في استتاح الجولة 17 وبداية لشوط ثاني. شوط أول تركناه، شوط أول كان ليس بالشوط المثير للفتح، ماكسيم كوفال، قاسم لجامي، مروان سعدان، عبد الله اليوسف، نواف بوشل في الدفاع، وفي الوسط بيتروس إلى جانب محمد الفيت في محور الارتكاز، بحراني، عباس الحسن، حسن الحبيبي، فان زانتيني، حسن صالح، وتوفيق بوحيمد، عثمان العثمان، وأحمد الجيفان زانتيني، حسن
صالح وتوفيق محمد عثمان العثمان وأحمد الجعيدي، هذه الأسماء الحاضرة في 13 نقطة، التعاون 17، الأهلي والفيصلي والفتح ب 16 نقطة، الباطن 15، الحزم ب 11 نقطة، تقارب كبير في 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 العدد 13 نقطة، التعاون 17، الأهلي والفيصلي والفتح ب 16 نقطة، الباطن 15، الحزم ب 11 نقطة، تقارب كبير في 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 الرباعي كبير، الأربعة يتصارعون بصراع كبير في المقدمة، الاتحاد في الصدارة ب 35 نقطة، الشباب تأتي من أمادو موتاري والمرتدة حاضرة عند أمادو، سريع أمادو يسقط لكن تأتي المساندة من ريكاردو، بانا جيوتس عدت كرة بانا على غير العادة والكرة عند خير يرسل الكرة الطويلة في الأمام عند مالك عبد المنعم، لكن التغطية حاضرة والتصويبة أيضا، لكن مروان سعدان في التغطية تصويبة البرازيلي، ريك خير يرسل الكرة الطويلة في الأمام عند مالك عبد المنعم، لكن التغطية حاضرة والتصويبة أيضا، لكن مروان سعدان في التغطية تصويبة البرازيلي، ريك عبد المنعم، لكن التغطية حاضرة والتصويبة أيضا، لكن مروان سعدان في التغطية تصويبة البرازيلي، ريكاردو لم تشكل خطر الكبير، الكرة عندك المميز اليوناني، أهم صفقات الفيحة في هذا الموسم، هنا الكرة الطويلة ريكاردو، رايلر بالراس تفقد كرته عند بيتروس، بيتروس إلى مراد المغربي، جميلا فريق الفيحاوي، سامي خيبري طويلة بالخطأ من سامي، زياد الجري براسه، الكرة عند ريكاردو، رايلر يحاول المرور من الجهة اليسار، مرور أول فريق الفيحاوي، سامي خيبري طويلة بالخطأ من سامي، زياد الجري براسه، الكرة عند ريكاردو، رايلر يحاول المرور من الجهة اليسار، مرور أول طويلة بالخطأ من سامي، زياد الجري براسه، الكرة عند ريكاردو، رايلر يحاول المرور من الجهة اليسار، مرور أول، التقدم من الجهة اليسرى، زياد الجري براسه، الكرة عند ريكاردو، رايلر يحاول المرور من الجهة اليسار، مرور أول، التقدم من الجهة اليسرى، زياد الجري في التغطية والكرة فات ضربة الزاوية، رمية جانبية عند ريكاردو إلى سلطان مندش، ما زالت الكرة مع سلطان، سلطان مندش بالراس مقطوعة كرة من عبد الرحمن السفري بالخطأ إلى ريكاردو، رايلر في التغطية، مروان سعدان ينقل اتجاه اللاعب على الجهة اليمنى، كانت في دوري الدرجة الأولى في موسم 2018 قبل 2008 قبل صعود الفتح إلى دوري المحترفين، كرة عند بيتروس، كانت في دوري الدرجة الأولى في موسم 2018 قبل 2008 قبل صعود الفتح إلى دوري المحترفين، كرة عند بيتروس، الكرة استلام حلو من بانا إلى أحمد بن مسعود، رايلر ريكاردو، جميلة الكرة عند مالك العبد المنعم، راح تغطي إلى خارج الملعب، رمية جانبية إلى سلطان مندش، يحرك كرته في الوسط عند ريكاردو، يمشيها على الجهة اليسار، استلام عند فواز، انطلاقة أولى، جميلة العرضية من عثمان لكن حسين الجويش لا وجود لأحد، الكرة عند بيتروس، يمشيها إلى فراس، الكنترول من فراس لكن التغطية من عبد الرحمن السفري، عبد الرحمن ما زالت الكرة، رمية جانبية لصالح الفيحة عند ريكاردو، رايلر طويلة، البحث عن انطلاقات فواز التريس لكن كرة مراد في آخر الدقائق، هل في بالك شيء؟ لكن مراد باتنا، التعب حل على مراد باتنا، اللاعب المهاري السريع، الكرة طويلة عند مالك العبد المنعم، البرازيلي في التقدم، زياد في التغطية، ما زالت الكرة مع البرازيلي، مرور جميل، مرور آخر رائع، يلعبها إلى بانا، تصويبة بانا كيوت تصويبته، ضربة مرمى ترسل من ماكسيم كوفال طويلة للأمام، مقطوعة من ريكاردو رايلر إلى بانا جيوتس، مقطوعة كرة أيضا من مروان سعدان، ضربة مرمى ترسل من ماكسيم كوفال طويلة للأمام، مقطوعة من ريكاردو رايلر إلى بانا جيوتس، مقطوعة كرة أيضا من مروان سعدان، فتح إلى النقطة السابعة عشر في مشواره في هذه المباراة، طبعا الفتح لديه مباراة مؤجلة من أمام الفيصلي، حربي وظهوره في قميص الفيحة في هذا الموسم، غياب طويل عن مجريات اللقاءات الماضية بسبب الإصابة، أحمد يلعبها سلطان مندش، مقطوعة كرة من محمد الفيد، الكرة عند مراد باتنا سريعة، العرضية من مراد لكن مراد حل عليه التعب، مراد باتنا كرة
اللي كانت الماضيه راد لعب في اخراج الكره في اللقطه الماضيه عند باناجيوتيس. يلعب الكرة عند ريكاردو، رايلر طويلة، الكرة الأخيرة للفيحة، الكرة الأخيرة للفيحة، هل يكون سلطان؟ هل تأتي القاتلة يا مانداش؟ يلعبها طويلة عند باناجيوتيس، لكن زياد الجري، والكرة في الأخير في الجهة اليسار عند باناجيوتيس، بانا عرضية، هل تأتي القاتلة يا مانداش؟ يلعبها طويلة عند باناجيوتيس، لكن زياد الجري، والكرة في الأخير في الجهة اليسار عند باناجيوتيس، بانا عرضية، بانا ومرامان.